نشرة الأخبار مع نجاح المولى. جولة أخبارية مفصلة، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يجدد رغبة العراق بتخفيف التوتر في المنطقة وتعزيز التعايش ورفض أي اعتداء ومس بالسيادة. خلال افتتاحه المعرض الدولي للكتاب الكاظمي، يؤكد مقاومة العراق لكل أنواع التقسيم والتهميش والاحتلال بالثقافة. وضع مزري إلى درجة أنه ربما تكون غير قابلة للإصلاح. أنا لم أجد في حياتي إرادة حقيقية للإصلاح من القادة الموجودين الذين يثيرون حكومة الإقليم. استشهاد متظاهر في قضاء شمشمال وبرزان يتهم أطرافا باستغلال الاحتجاجات، وقوى كردية تنتقد حكومة الإقليم. عربيا، وبعد فشل الحكومتين السابقتين بنيل الثقة، الحريري يقدم تشكيلة وزارية من الاختصاصيين للرئيس عون للتصديق عليها. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات وتخفيف التوترات في المنطقة. صالح أشار خلال تسلمه أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى العراق لكل من تونس، الدنمارك وبيلاروسيا إلى أن التعاون الإقليمي المشترك يعد أولوية مع التأكيد على رفض الاعتداءات ومس السيادة، مشددا على أهمية الحوار والانطلاق نحو فرص التنمية والازدهار من أجل تعزيز التعايش السلمي والتلاقي في المنطقة والعالم وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار. رئيس الجمهورية برهم صالح دعا لوضع الخطط الكفيلة بالنهوض بالواقع الزراعي ودعم الفلاحين ومعالجة الإشكالية في صرف مستحقات المزارعين في إقليم كردستان. وأشار صالح خلال استقباله لجنة الزراعة في برلمان إقليم كردستان إلى أهمية التعاون بين السلطات الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان من أجل تلك الأهداف. من جانبه، ثمن الوفد جهود رئيس الجمهورية في تذليل المسائل العالقة التي تواجه الفلاحين والمزارعين. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، مؤكدا أن الكتابة يمثل العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي. الكاظمي أشار خلال كلمة ألقاها عقب افتتاحه معرض العراق الدولي للكتاب إلى أن العراق قاوم لآلاف السنين كل أنواع التقسيم والتهميش والاحتلال بالثقافة، مشيرا إلى أن افتتاح المعرض يأتي في سياق فهم العراقيين للفن والثقافة والإبداع، وأن الأمم تبنى بمفكريها ومبدعيها وعلمائها وتتوحد بهم. بالبداية أنا أقول كلمة بسيطة، العراق مهد الحضارات ومهد الحضارة الإنسانية، واليوم أحب أذكر العراق والعراقيين هم أول من رسم الخط وابدع بالكتاب والمكتبات، ومتاحف العالم تشهد على أن أجدادنا ساهموا بتأسيس الحضارة الإنسانية. المكتبة الأولى بناها الملك آشور بنيبال، ومن ثم مكتبة الحكمة في العصر الإسلامي، وما زلنا مستمرين. حضارتنا العراقية مرت بنكبات خلال تاريخها الطويل، ولكن كانت دائما تستعيد قوتها. اليوم نحاول أن نستعيد قوتنا وحضارتنا عن طريق بناء عراق يسوده المحبة والتسامح، عن طريق الثقافة. الثقافة هي العنوان لأي تغيير في أي مجتمع في العالم، واليوم نبدأ هذا الاحتفال بافتتاح معرض الكتاب. أحب أن أشكر مؤسسة المدى لدورها الكبير في إنجاز هذا العمل، وهي سباقة دائما في رعاية الثقافة عن طريق
الأستاذ فخري كريم وكذلك السيد وزير الثقافة على الدور الكبير وكذلك وزير التجارة للدعم الذي قدموه لهذا المشروع. على بركة الله نفتتح هذا المعرض. وأحب أن أذكر أن الله سبحانه وتعالى بدعوته في كتابه دعا إلى القراءة، الأديان والحضارات تدعو إلى القراءة، فالكتاب هو عنوان لهذا القرار. أكد عضو مجلس النواب حسن خلاطي أن اجتماع الرئاسات الثلاث تمخض عنه الاتفاق على تهيئة أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات. خلاطي وخلال استضافته في نشرة سابقة قال أن إجراء الانتخابات مرتبط بالعقد السياسي بين القوى السياسية لإجراء العملية الانتخابية. تحدث عن تهيئة الأجواء وهي تهيئة أجواء سياسية مناسبة. طالما واجب الحكومة أن تهيئ أجواء سياسية آمنة لإجراء العملية الانتخابية من الطبيعي أن تتحدث في مثل هذه الأمور، لكن يعني القبول بها أو الاشتراط القبول بها لا الحقيقة، لأنها ليست قرارات. تبقى القضية متعلقة أشبه ما نسميه بالعقد السياسي بين هذه القوى السياسية وبين الحكومة للتهيئة للانتخابات. الأزمة المالية وملامح الموازنة الاتحادية والانتخابات من أبرز الملفات التي بحثها اجتماع الرئاسات الثلاث في القصر الحكومي في بغداد. إصلاحات لاقت اهتماما لدى الأوساط النيابية التي اقترحت بدورها عدة نقاط تسهم في دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد. اجتماع الرئاسات الثلاث برؤساء الكتل السياسية ركز على عرض للتطورات والمستجدات الراهنة على الساحة العراقية فيما يخص الأزمة المالية والخطوط العامة للموازنة الاتحادية لعام 2021، فضلا عن مناقشتهم للانتخابات المبكرة وتوفير كل مقومات الدعم اللوجستي لهذه العملية. الحقيقة مبادرة لابد من عندها كانت، وكان أكو جدول مطروح مهم اللي يبدأ بأهمية الموازنة والتداعيات الاقتصادية اللي حصلت بالآونة الأخيرة وكيفية معالجتها. أكو هناك فقرة كلش مهمة وهي موضوع الانتخابات المبكرة وكيفية تهيئة أجواء ومناخ ملائم من الناحية اللوجستية. أوساط نيابية أشارت إلى عدة نقاط من شأنها أن تدعم من عملية الإصلاح الاقتصادي، من بينها تدقيق أعداد الموظفين في دوائر الدولة والسيطرة على مزاد بيع العملة. موضوع اليوم البنك المركزي وبيع العملة، اليوم 126 الدولار، اليوم 126 أكو فرق عندنا 7000 إلى 8000 دينار لكل 100 دولار، زين انطيني إلى مليون دولار قد فرقه، هذا فرق كبير ما يقارب بحدود 70 مليون دينار. هاي 70 مليون احنا نبيع ما يقارب اقل 300 مليون دولار. اما الاستقراء السياسي لهذه الاجتماعات فيذهب اتجاه وضع تصورات شاملة للمرحلة المقبلة في اطار مبادرة الحوار الوطني. وضع تصور شامل ومتفق عليه في المعالجات مهم جدا، ان يكون هناك فهم مشترك حقيقة بين الرئاسات والكتل السياسية لوضع التصور للمرحلة القادمة. المجتمعون أكدوا دعمهم للإجراءات الحكومية المتمثلة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. رفع مجلس النواب جلسته 27 إلى يوم الثلاثاء المقبل بعد أن أنهى تقرير ومناقشة مشروع تمويل نفقات الانتخابات المقبلة الذي تضمن تخصيص 329 مليار دينار، حيث يمثل هذا المبلغ تغطية نفقات الانتخابات بدون النفقات التشغيلية السنوية للمفوضية. وناقش المجلس توصيات اللجنة الخاصة بالخطوط الجوية العراقية. برلمانيا أيضا أكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود حاجة لتشريع قانون يفضي إلى زيادة الاقتراض بعد إقرار قانون تمويل العجز المالي.
وبحسب الوثائق التي حصلت العراقية الإخبارية على نسخة منها، أشارت اللجنة إلى امتلاك مجلس الوزراء صلاحية استخدام احتياطي الطوارئ لتغطية هذا الإنفاق أو إدراج أي مبالغ أخرى مطلوبة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021. وأكدت اللجنة عدم وجود جدوى من مقترح القانون، ولا سيما أن مفوضية الانتخابات تملك الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء الانتخابات، سواء كانت الانتخابات المقبلة بالطريقة الإلكترونية أو بالفرز اليدوي. أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات أصبح ضرورة كونها تعمل بدون مجالس. الغزي وخلال استضافته في نشرة سابقة قال أن هناك اقتراحا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في اليوم نفسه لضغط النفقات. اليوم أصبح ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات، كون المحافظات لحد هذه اللحظة تعمل بدون مجالس، والآلية الدستورية واضحة كون المحافظ انتخب من قبل مجلس المحافظة، لذلك مجالس المحافظات منصوص عليها دستوريا، لا يمكن إلغاها إلا بتعديل دستوري. طيب، يعني نتكلم عن إلغاء، أكو فرق بين الإلغاء وفرق بين الإنهاء. مجلس النواب ذهب إلى إنهاء عمل مجالس المحافظات، والبعض يقول تجميد أيضا، يعني كلمة التجميد هي تستخدم في الأوساط الإعلامية، ولا لا، اللفظة القانونية هو إنهاء عمل مجالس المحافظات كونها استمرت أكثر من الدورة المخصصة لها اللي هي 4 سنوات. اليوم وعند شروع بإجراء انتخابات مجلس النواب والضائقة المالية التي يمر بها البلد الوقت الحاضر، حدثت عدة اجتماعات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع الحكومة لمناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات، وهل ممكن أن تجري في نفس اليوم ضغط النفقات مع مجلس النواب، بشرط أن تكون هناك يعني متآمة بين القانونين، قانون انتخاب مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب. في ملف مجالس المحافظات أيضا، وبعد توقف دام نحو سنة، ها هي اليوم تستعد للعمل من جديد بعد إكمال قانونها من قبل رئاسة الجمهورية، ومن المتوقع إرساله إلى البرلمان قريبا للتصويت عليه. اللجنة القانونية النيابية كشفت عن أن القانون ستتم مناقشته الأسبوع المقبل، ليتم بعدها قراءته قراءة أولى، فيما تشير التوقعات إلى تقليص أعضاء مجالس المحافظات وفق القانون الجديد. مجالس المحافظات تعود للواجهة من جديد بعد استكمال قانونها من قبل رئاسة الجمهورية واحتمال إرساله قريبا إلى مجلس النواب. اللجنة القانونية ترجح تشريع القانون سريعا وربط إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في الوقت المحدد. ستبدأ اللجنة القانونية بعد ورود مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل رئاسة الجمهورية في بداية الأسبوع القادم، سيكون هناك نقاش داخل الجهة القانونية حتى يتم إرساله وقراءة قراءة أولى. أتصور وأعتقد أنها سيكون هناك الانتخاب هو في نفس اليوم، يعني سيكون هناك صندوقين حتى نخفف من الضائقة المالية على المفوضية وعلى الحكومة الاتحادية. مشروع القانون الذي أعده مستشار رئيس الجمهورية يطابق النظام الانتخابي لمجلس النواب بعدد الدوائر، مع احتمالية تقليص عدد أعضاء المجلس وفقا للقانون الذي أشار إليه الدستور في المادة 122. هناك صعوبة، ما أعرف إذا المفوضية تستطيع أن تجتازها، لأنه هنا راح يصير عندنا صندوقين اقتراع وورقتين اقتراع. فبالنسبة لجهاز تسريع النتائج، هل سيبرمج على قراءة الورقتين أم سيستحدث جهاز آخر، أم يجعلون مثلا صندوق المحافظة عدو فرز يدوي ومجلس النواب عدو فرز إلكتروني؟ وأنا أفضل أن كلها تصير عدو فرز يدوي تلافيا للمصاريف الزايدة في ظل الأزمة المالية الحالية. وفي ظل الأزمة المالية وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ما تزال تلك المجالس تواجه سخطا شعبيا نتيجة الإخفاقات السابقة لتلك المجالس والصراعات التي انعكست سلبا على واقع الخدمات المتردي. ومع دستورية وجود مجالس المحافظات، إلا أن صعوبة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية سوية قد تصطدم بعقبات فنية ومالية من قبل المفوضية، رغم جاهزية قانون انتخابات مجالس المحافظات في رئاسة الجمهورية. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.
في ملف التظاهرات التي تشهدها مدن الإقليم استشهد متظاهر في قضاء شمشمال خلال الاحتجاجات على تأخر صرف الرواتب. وأكدت مصادر محلية أن العشرات من المتظاهرين في قضاء شمشمال وناحية التكية نددوا بالفساد المالي والإداري لحكومة الإقليم والأحزاب السياسية الحاكمة فضلا عن التنديد باستخدام القوة المميتة ضدهم. من جهته اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني أطرافا لم يسمها باستغلال الاحتجاجات التي نشبت في مدينة السليمانية ومدن أخرى وحرفها عن مسارها. وقال برزاني خلال مؤتمر صحفي أن العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب وأن مشكلة الإقليم لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق، معتبرا أن الإقليم يواجه مرحلة صعبة وعلى الجميع التكاتف والوحدة لتجاوزها. هناك أطراف تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها السلمي من خلال عمليات التخريب. العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق. الإقليم يواجه مرحلة صعبة وعلينا التكاتف والوحدة، وندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين. أدعو جميع الأطراف إلى تفهم خطورة الوضع والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والمؤسسات التي تقوم بخدمتهم وتطالب بحقوقهم. النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية مثنى أمين أكد أن الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان غير قادرة على الإصلاح وأن كل ما تقوله هو مجرد شعارات فارغة. للأسف الحال الذي آل إليه حزبي السلطة وحكومتهما يعني وضع مزري إلى درجة أنه ربما تكون غير قابلة للإصلاح. أنا لم أجد في حياتي إرادة حقيقية للإصلاح من القادة الموجودين الذين يديرون حكومة الإقليم، وللأسف أقول هذا الكلام. يعني كل ما يقولونه هو ادعاء وشعارات وتخدير مؤقت ومعالجة الداء يعني بالذي هو أسوأ. كما أكد أمين أن موظفي الإقليم لم يتسلموا سوى 5 رواتب خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن الإقليم يعاني فشلا كبيرا في إدارته. هذه التظاهرات لأن رواتب موظفي الإقليم في هذه السنة مثلا الموظفون في الإقليم لم يستلموا سوى 5 رواتب، واحدة كاملة وأربعة مقطوع منها. هل يعقل أن الموظفين هؤلاء ولهم أطفال ونساء وبيوت وإيجارات والتزامات مالية أن يتحملوا هذه الحكومة؟ وإلى متى يتحملوها؟ يؤدون وظائف ولا يستلمون رواتب. نحن في الحقيقة أمام كارثة حقيقية بكل المعاني. الإقليم يعيش فشلا كبيرا في هذا المجال، وبالتالي على رئيس حكومة الإقليم أن يعترف بهذا الفشل وأن يتخذ إجراءات فورية لتوفير هذه الرواتب، إما بإصلاح الإدارة والحكم في إقليم كردستان والكف عن الفساد. النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد أكد أن جزءا من الأموال التي تأتي من الحكومة الاتحادية كرواتب لموظفي إقليم كردستان تذهب للشركات الحزبية الموجودة فيه. المتظاهرين يطالبون بحقوقهم وهو حق شرعي وحق بسيط وهو رواتبهم. من 2014 لحتى هذا الوقت أكثر من 20 راتب لم يستلموها المتقاعدين وأكثر من 16 راتب. تعرفون الإقليم كردستان عندها واردات هائلة من النفط ومن الغير النفطية، ولكن في النهاية المواطنين لم يستفيدوا من هذه الأموال التي يأتي إلى إقليم كردستان، وخاصة الأموال التي يأتي من الحكومة العراقية باسم الرواتب. جزءا منها يصرف للشركات الحزبية الموجودة في إقليم كردستان ولم يعطي رواتب الموظفين بشكل كامل ومنظم وبدون قطع. ودعا النائب غالب محمد الحكومة الاتحادية لتسليم رواتب موظفي الإقليم بشكل مباشر، مشيرا إلى جمع تواقع 140 نائبا لتحقيق ذلك. اجتماع في أربيل كما تعرف يوجد اجتماعات كثيرة في أربيل ويحصل اجتماعات كثيرة، ولكن بالنهاية المواطنين لم يستفيدوا شيء من هذه الاجتماعات. على حكومة الإقليم كردستان ومسؤولين في إقليم كردستان أن
أن يعطوا جزء من النفط في أقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الاتحادية أن يلتزم باتفاقاتها ويلتزم بالدستور ويعطي رواتب الموظفين. إذا لم يتفق مع المسؤولين في أقليم كردستان عليه أن يعطي رواتب الموظفين بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية. نحن كنواب أكثر من 140 نائب وقعنا على مشروع إعطاء رواتب الموظفين أقليم كردستان بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية بدون رجوع إلى حكومة الأقليم كردستان. إلى ذلك أشار النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي إلى حلحلة المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة. خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك التوصل لنتاج، لأنه موضوع التمويل العجز وعدم يعني تخوير رئيس الوزراء أو تحمل المسؤولية بعدم يعني إنفاق رواتب الإقليم كذلك في قضية الموازنة ستكون هناك موقف لمجلس النواب. هذا وصل صوت متظاهري سليمانية إلى أروقة البرلمان، حيث وجه رئيس المجلس لجنة حقوق الإنسان النيابية بزيارة مناطق التظاهرات في كردستان والتجديد على صيانة حقوقهم وحمايتهم، فضلا عن تحركات النيابية لإيجاد نقطة التقاء تنهي جميع الخلافات بين بغداد وأربيل. استحوذت التظاهرات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان على اهتمام مجلس النواب، حيث وجه في جلسته اليوم لجنة حقوق الإنسان النيابية لزيارة مناطق التظاهرات في الإقليم وكتابة تقرير يعرض على المجلس، مشددا على ضرورة صيانة الحقوق وحماية المتظاهرين. في الأيام الماضية كانت هناك تظاهرات وحرق في مؤسسات الدولة في الجنوب والوسط، لم يكن هناك اكتراث من حكومة إقليم كردستان لهذا الموضوع، ولكن اليوم نحن كأبناء الجنوب نتحمس وسوف نذهب بلجنة نيابية إلى إقليم كردستان للوقوف على مطالب المتظاهرين الحق وإعطائهم استحقاقاتهم بالشكل اللي اللائق واللي يمكن حكومة الاتحادية بسد جميع احتياجات أبناء الشعب الكردستاني. وبرغم إعلان حكومة الإقليم التزامها ببنود مشروع قانون تمويل العجز المالي وتسليم وارداته النفطية وغير النفطية، فإن نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طالبوا حكومة الإقليم بضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وعدم قمع المتظاهرين. اليوم موجودة التظاهرات بسليمانية، باكر موجودة أربيل ومناطق الأخرى، يعني لازم إحنا نحمي المتظاهرين. هذا ثورة الجياع أني أقول، محتاج على هاي المرة بصورة قانونية وجدية حكومتين فيدرالية وحكومة إقليم كردستان يوصلون إلى الحل، مو مثل السنوات الماضية، مو مثل أشهر الماضية، إحنا محتاجين إلى حل قانوني. وشهدت العاصمة بغداد اجتماعات مكثفة بعد موجة التظاهرات في الإقليم لتنفيذ مطالب المتظاهرين، بينها لقاء رئيس الجمهورية بلجنة الزراعة النيابية لمناقشة حقوق الفلاحين الكرد. وسينتظر مجلس النواب نتائج اللجنة النيابية المشكلة لزيارة المتظاهرين في السليمانية وما قد يترتب عليها من مواقف تسبق إقرار الموازنة الاتحادية. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. وصل وفد وزاري عراقي إلى العاصمة المصرية القاهرة لتفعيل الاتفاقيات والمشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي المصري الأردني، وأكد مراسل قناة الإخبارية أن الوفد يضم وزراء التخطيط والكهرباء والزراعة والصناعة والمعادن والصحة والبيئة والأعمار والإسكان والهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء. كما ضم الوفد عددا من المديرين العامين والخبراء في عدد من الوزارات، وتهدف الزيارة إلى إيجاد الآليات المناسبة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي المصري الأردني المشترك. متابعة لهذا الموضوع ينضم معنا الآن عبر سكايب مراسلنا من القاهرة أحمد محمد صالح. أرحب بك أحمد، ونتحدث إذن عن وصول وفد عراقي وزاري إلى القاهرة لتفعيل الاتفاقيات والمشروعات المنبثقة عن المجلس العراقي المصري الأردني. نتحدث عن الآليات
والخبر تحدث عن لربما سيبدي الوفد الحديث عن آليات الاتفاق عن هذه المشروعات، هل اتضحت الرؤية بشأن الآليات أحمد؟ أحمد أحمد محمد صالح. نعم نجاح، الحقيقة يعني هذه الآليات أو هذه الاتفاقيات كانت قد اتفق عليها أيضا يعني في وقت سابق عندما يعني عقدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ما بين العراق ومصر يعني في أواخر أكتوبر الماضي، عندما ذهب رئيس الوزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد وزاري كبير إلى يعني إلى بغداد، وأبرمت عدة اتفاقيات ما بين البلدين. بالتالي يعني منذ ذلك اليوم ويعني منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة هناك تفعيل لهذه الاتفاقيات. اليوم زيارة الوفد سوف يعني من المقرر أن يعني أن تثمر عن توقيع 7 مذكرات تفاهم، بالإضافة إلى يعني تفعيل مذكرات التفاهم التي عقدت في بغداد في مجالات يعني تنموية علمية ثقافية وأيضا تبادل تجاري وتبادل صناعي. من المقرر أيضا أن يكون هناك يعني اجتماعات صناعية ما بين الوزراء العراقيين وما بين نظرائهم الوزراء المصريين في يعني يوم غد إن شاء الله. أيضا سوف يكون هناك جولات ميدانية للوزراء العراقيين على مشروعات مهمة داخل مصر. بالتالي يعني تفعيل أو حرص على تفعيل هذه الاتفاقيات، هذه الآليات التي ذكرتها والتي أبرمت ما بين العراق ومصر. طبعا هذا التفعيل هو ثنائي ما بين العراق ومصر، وأيضا هناك طرف ثالث في هذه المعادلة وهو الأردن. طيب. نتحدث عن لجنة تنسيقية عن يعني عن تعاون أو اتفاق ثلاثي ما بين العراق ومصر والأردن. بالتالي هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات هي على هامش هذه القمم أو على يعني نتيجة للقمم السابقة التي عقدت ما بين الدول الثلاث على مستوى رؤساء يعني الدول الثلاث ورؤساء الحكومات وغيرها من نعم. طيب أحمد، الزيارة ستبحث أو ستتحدث عن توقيع اتفاقيات أم مشروعات أخرى؟ أحمد يعني هناك فرق في الصوت نجاح، ولكن يعني سؤالك وصلني لي هذه الزيارة نجاح يعني ربما بثلاثة محاور. المحور الأول هو إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعني جديدة تتمثل بإبرام 7 مذكرات تفاهم مع الجانب المصري، هذا المحور الأول أو الغرض الأول من الزيارة. الموضوع الثاني هو تفعيل المشاريع او الاتفاق على يعني عقد بروتوكولات تفاهم وتعاون مع الجانب المصري لتفعيل المشاريع المتلكية او المتوقفه في العراق، وايضا في يعني لا سيما في المجالات يعني اعاده الاعمار والمشاريع البنى التحتيه وغيرها. الجانب الاخر والثالث وهو تفعيل اتفاقيات التي كانت قد ابرمت على غرار اللجنة العليا المشتركة ما بين العراق ومصر، ونتيجة يعني زيارة رئيس الوزراء المصري على رئيس وفد وزاري في أكتوبر الماضي، وكانت هناك لجنة فقدت اجتماعات هذه اللجنة على مستوى رؤساء الحكومتين. طيب. بين الدكتور مصطفى مدبولي وبين السيد مصطفى الكاظمي. طيب. بالتالي نحن نتحدث عن ثلاثة. إذن واضح ما تتحدث عن أحمد في مسألة تفعيل الاتفاقيات السابقة، وهذه الزيارة تأتي استكمالا لما جرى الحديث عنه في اتفاق على يعني طيب. تكثيف يعني التعاون داخل العراق لا سيما داخل العراق عن طريق الشركات المصرية عن طريق الأيدي العاملة المصرية وغيرها. طيب أبرز الاتفاقيات التي ستوقع أحمد في أي مجالات بالتحديد؟ تحديدا المجالات التي اعلنت او من المقرر ان تشهد مذكرات تفاهم وتعاون ربما هي في 7 مجالات تتركز في مجالات يعني
علمية وثقافية وأيضا النقل، نحن نتحدث أيضا حتى عن النقل الجوي النجاح، لازم أنه يعني أيضا اليوم شهدت القاهرة زيارة وصول وزير النقل العراقي إلى القاهرة في زيارة سبقت ربما بوقت قصير جدا زيارة الوفد العراقي، يعني نتحدث عن وصول يعني وزير النقل العراقي ناصر حسين إلى القاهرة أيضا يعني لتفعيل مذكرات التفاهم ما بين البلدين حول مجال النقل الجوي وكل ما يعني يتعلق بهذا المجال عن طريق الشحن الجوي والنقل الجوي وغيرها من تعزيز الخبرات وتوثيق الخبرات. أيضا نتحدث عن تعزيز يعني أو يعني تأكيد على أن تكون هناك اتفاقيات في مجالات استثمار الطاقة. أيضا ربما أكتبت بعض الكلمات التي ذكرها سابقا وزير التخطيط وهو رئيس الوفد الحالي الدكتور خالد فتان عندما أكد بأن العراق حريص على أن يستثمر أو أن يستفيد من إمكانات مصر تحديدا في موضوع البنى التحتية، في موضوع البنى العمودي والمجمعات السكنية العمودية، وأيضا في موضوعات التنمية البشرية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أيضا يعني لا ننسى أن هناك اتفاقات سابقة وربما سوف تعزز أيضا من خلال هذه الزيارة تتمثل في تعزيز يعني التعاون في مجال الطاقة جديدا مثل خط الثلاثي، خط الغاز الثلاثي ما بين العراق ومصر والأردن، وأيضا خط النفط الثلاثي الذي يمتد من العراق عبر الأردن وعبر مصر. لا ننسى أيضا الحلقة الثلاثية وهي الأردن التي سوف تكون حلقة وصل ما بين العراق ومصر، والتي سوف تكون ربما عبارة عن تجارية أو سوق حرة للتبادل التجاري. هناك أيضا حرص على أن يكون هناك تفعيل للنقل البري نجاح، يعني نحن نشهد منذ سنوات كثيرة كان هناك النقل يعني الطريق البري يعني شبه معدن، الآن سوف يكون هناك واضح أحمد من جد النقل البري ما بين البلدان الثلاث، وأن على أن تكون مصر هي الحلقة أصلا الأرض هي حلقة الوصل وهي منطقة تجارة حرة وهي منطقة تخزينية للبضائع ولمرور الشاحنات ما بين الدول الثلاث. شكرا جزيلا مراسلنا من القاهرة أحمد محمد صالح. كشفت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بشركة الخطوط الجوية وجود ضعف واضح في الإدارات المتعاقبة للشركة مع استشراء الفساد الإداري والمالي فيها بسبب جهات وأطراف تعمل لحسابها الشخصي أغرقت الشركة بالديون. اللجنة وبحسب وثائق حصلت العراقية الإخبارية على نسخة منها أكدت أن توقف طيران الخطوط الجوية إلى أوروبا كان نتيجة لتمرير صفقات مشبوهة مع شركات نقل أجنبية تعمل على نقل المسافرين العراقيين على متن الطائرات العراقية مقابل عمولات كبيرة أثقلت كاهل الشركة، مشيرة إلى عدم وجود رؤية وخبرة في أداء المهام المناطة بالشركة ولا سيما موظفو الخدمة. وأكدت الوثائق افتقار الشركة لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بوضع خطط استراتيجية ذات جدوى اقتصادية وعدم وجود خطة تجعل مطار بغداد محطة ترانزيت لباقي الشركات. وأوصت اللجنة بفك ارتباط الشركة عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء ووضع خطة استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل أسطول طائرات الشركة وفق رؤى وآليات حديثة ترتقي بأداء الخطوط الجوية العراقية. في إطار الجهود الحكومية لملاحقة المفسدين وإيقاف هدر المال العام وقع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة على هامش احتفالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد والتي أقامتها هيئة النزاهة الاتحادية والتي أسفرت عن اتفاق الطرفين على إجراءات استراتيجية تحارب الفساد للأعوام الأربعة المقبلة. مذكرة تفاهم بين العراق والأمم المتحدة في مجال منع ومحاربة الفساد وقعت على هامش احتفالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد التي أقامتها هيئة النزاهة، خطوة تأتي في إطار إكمال إجراءات استراتيجية وطنية للأعوام الأربعة المقبلة بهذا المجال. استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للأعوام أربع سنوات من 2021 لغاية 2024 كان اليوم مناسبة جيدة، أكو مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في دعم هذه الاستراتيجية الوطنية
مكافحة الفساد أولوية للحكومة العراقية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وله فوائد للشعب العراقي في تعزيز قدرة المجتمع والبلاد والاستقرار وتقديم الخدمات والحد من الفقر وتعزيز سيادة القانون وتطوير الاقتصاد. وتتماشى هذه الإجراءات مع جهود الحكومة في مكافحة الفساد وما جاء في الورقة البيضاء من إصلاحات على المستوى القريب ومحاولات لاسترداد الأموال وتسليم المتهمين، فيما نجاح هذه الجهود فإنها وبحسب مشاركين تحتاج إلى إشراك المواطنين ومنظمات مدنية كعناصر فاعلة في الاستدلال على المعلومات. بعد أن انتقلنا من المرحلة الأولى على المستوى الداخلي الوطني بالتنسيق مع هيئة النزاهة، هذه اليوم الاتفاقية أو ليس اتفاقية عذرا مذكرة التفاهم لتطوير التعاون بين العراق والمجتمع الدولي في مجال مكافحة الفساد، سيكون لها أثر كبير أيضا في مجال استرداد الأموال واسترداد المتهمين. يجب إشراك المجتمع المدني والنقابات و أيضا الجامعات في تطبيق هذه الاستراتيجية. يجب تفعيل دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الرقابية لغرض مكافحة الفساد ليكون هناك إطار أوسع. وهناك أيضا أمر آخر يجب تسليط الأضواء عليه، هو قانون مكافحة المخبر عن قضايا الفساد أو جرائم الفساد. محاربة الفساد بعد أن كانت شبهة محلية وعلى مدى أعوام باتت اليوم بشراكة دولية لفتح ملفات كبيرة تتعلق بهدر المال العام وعلى مدى أعوام سابقة. عباس نعمة العراقية الإخبارية، بغداد. بعد توقف دام 15 سنة نتيجة الإهمال والأعمال الإرهابية، ها هو اليوم يعود مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة البعيثة للخدمة من جديد، والذي سيخدم مناطق الكرخ. المسؤولون على المشروع أكدوا أن توفر الأموال ساعد بشكل كبير على تأهيله بعد أن كان يعاني الإهمال وانتشار التلوث في أغلب مناطق الكرخ. بعد أكثر من 15 سنة من التوقف والتلكؤ وتعرض معداته للسرقة والأعمال الإرهابية، مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة البعيثة جنوبي العاصمة يدخل الخدمة. مشروع سيسهم بتقليل نسب التلوث التي كانت تذهب مباشرة لمجرى نهر دجلة، إذ سيخدم جميع مناطق قاطع الكرخ من خلال طاقته الاستيعابية الكبيرة. هذا المشروع القدرة مالته 205 متر مكعب باليوم. هذا المشروع تعرض إلى عمليات تخريب أدت إلى توقف المشروع منذ عام 2007 لغاية الآن. أمانة بغداد وبدعم الأمانة العامة لمجلس الوزراء والسادة المسؤولين تم تأمين التخصيصات اللازمة لإعادة تأهيل المشروع بالكامل. هذا المشروع اليوم بافتتاحه يقل نسبة التلوث بجانب الكرخ 47%، هذه سابقا كانت تطرح إلى النهر مباشرة. هذا المشروع يعد بحسب دائرة مجاري بغداد الأكبر في العاصمة من خلال عدد المحطات والأحواض التي تستوعب المياه بعد تصفيتها وتنقيتها بأحدث الأجهزة والمعدات التي تم استيرادها من منشآت أجنبية رصينة، والأهم من ذلك مدة إنجازه لم تتجاوز السنة. هذا المشروع من أكبر المشاريع التصفية والمعالجة في بغداد، الأحواض الابتدائية، الأريشينات، الأحواض النهائية، محطتين ضخ رفع، محطة الفاينل 1 الفاينل 2، وهسه هو ضمن الطاقة التصميمية القصوى، ويعتبر من المشاريع المهمة اللي توفر لنا هسه طاقة وتصفية لجانب الكرخ. 56 حوض ترسيب وأحواض الأريشينات كاملة، من 156 أريشين كامل. وهذا العمل أنجزه بفترة قياسية يعني جدا صعبة، لأن كانت جوها كورونا، وإحنا حتى بكورونا توقفنا في فترة قليلة جدا، وحاليا المشروع يعمل بكامل طاقته. رغم قلة التخصيصات المالية، إلا إن أمانة بغداد وتحديدا دائرة المجاري فيها نجحت في توفير الأموال المطلوبة لإكمال 4 مراحل من أصل 6 مراحل في المشروع، الذي يجب أن يكون بحسب مسؤولين المنطلقة لإكمال أغلب المشاريع المتلكئة التي تحتاجها العاصمة. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الإخبارية.
قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلته الحكومية للرئيس ميشيل عون. الحريري أوضح أن عون سيدرس التشكيلة والأمل كبير بإعلانها قريبا، مبينا أن الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهم أصحاب اختصاص بعيدا عن التحزب. شرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وقدمت له تشكيلة كاملة من 18 وزير على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. وعدني فخامة الرئيس أنه راح يدرس التشكيلة وراح نرجع نلتقي بجو إيجابي. أمل كبير أنه نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين ونعيد إعادة إعمار بيروت ونعيد الثقة والأمل للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسوية. وشكرا. بقاء في هذا الملف ينضم معنا الآن من بيروت مدير مكتب العراقية الإخبارية أمين ناصر أيضا عبر سكايب. رحب بك أمين، وقبل الحديث عن مصير هذه الحكومة، هل ستكون كسابقاتها من حيث عدم الاتفاق بشكل نهائي على تمريرها؟ نتحدث عن التشكيلة الحكومية، كيف كانت أمين؟ طيب. نعم، تحية لك يا زميلي وتحية للمشاهدين الكرام. حتى اللحظة لا توجد يعني تسريبات عن قوائم الأسماء الوزراء 18، وهذا على غير العادة التي جرت عليها تشكيلات الحكومات السابقة، فثمة تسريبات لربما تخرج عبر وسائل الإعلام أو الأحزاب، لكن الخطوة إيجابية. يعني كان هنالك قطيعة طيلة أسبوعين ما بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، اليوم هنالك عن تقارب وجهات النظر، هنالك حديث النائب الأول رئيس البرلمان اللبناني خاص به العراقية الإخبارية يقول لعل رؤية الحكومة لربما غضون ساعات أو لا تتجاوز 48 ساعة من الآن. أعتقد هم يحاولون إعطاء أشبه بالهدية للبنانيين قبل أعياد الميلاد ورأس السنة، وبالتالي ماكرون الذي صرح قدومه إلى لبنان أو مجيء لبنان في الأيام القليلة المقبلة من شهر كانون الأول الجاري، لربما هو لإعطاء أو إضافة صبغة المباركة على هذه الحكومة ومنحها الثقة في البرلمان اللبناني. أعتقد الحكومة تم التوافق عليها مسبقا، وهي حكومة بحسب بيان رئيس الجمهورية اليوم الذي وصل للعراقي الإخبارية نسخة منه، يقول أن تم إرضاء كل الأطراف، وهنا يتحدث عن الطوائف في لبنان، بهذه الحكومة ولا تدوير للحقائب. يعني حقيبة المالية ستبقى للشيعة، وحقيبة الخارجية ستبقى للتيار الوطني الحر، والداخلية للتيار المستقبل، وهكذا. طيب، على غير العادة الحفاظ على سرية أسماء التشكيلة الحكومية أمين، كيف تلقتها الأوساط الصحفية وحتى السياسية؟ كيف أيضا تحدث عنها فيما يتعلق بالتحليل السياسي عن الحفاظ على سرية هذه الأسماء؟ نعم، سؤال مهم. يعني الارتياح لدى هذه الأوساط هو بقاء بعض الوزارات لدى أو الحقائب الوزارية لدى الجهات الحزبية التي عملت على هذه الحقائب أو هذه الملفات، كبقاء وزارة الصحة لدى حزب الله، أو تمسك حزب الله بوزارة الصحة، تمسك حركة أمل بحقيبة المال، تمسك جبران باسيل بحقيبة الخارجية. لو تبدلت يعني أسماء وشخصيات هذه الحقائب، لكن الارتياح هو من يأتي، هذه ليست المشكلة، لكن هذه الحقائب يعتبرها أو تعتبر هذه الأطراف هي حقائب سيادية، وبالتالي اليوم الحديث عن حكومة ليست سياسية أو حكومة تكنو سياسية. تقول بعض الجهات أن هذه الحكومة ليست حزبية لكنها
بإشراف الجهات السياسية ومساعدة الرئيس المكلف سعد الحريري وتقريب ما قدمه إلى الرئيس عون. الرئيس عون كذلك قدم إلى الرئيس الحريري تركيبة أخرى والمشاورات على قدم وساق. نتأمل أن تبصر النور هذه الحكومة مثل ما قال الرئيس المكلف سعد الحريري في غضون ساعات أو أيام حتى تنتشل لبنان مما يعانيه، لأنه لبنان مقبل كذلك طيب. على تظاهرات كبيرة يهيئ لها المتظاهرون بسبب رفع الدعم الحكومي عن قطاع المحروقات وقطاع حتى الطحين يعني الخبز وهذا لم يعد مدعوما من الحكومة اللبنانية مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية مجددة. طيب وانطلاقا من الحديث عن أنه هذه الحكومة تمثل إرضاء لجميع الطوائف في لبنان، والحديث أيضا عن مصير هذه الحكومة، هل أن الحديث عن إرضاء الطوائف في هذه الحكومة يؤدي بنا إلى منح الثقة لهذه الحكومة، ولا نتحدث عن هذه الحكومة شبيهة بحكومتين سابقتين لم تنال الثقة؟ أمين نعم، منح الثقة لا محال، يعني لا خيار ولا مناص أمام اللبنانيين سوى منح الثقة، لا سيما أن ماكرون سيكون في بيروت في غضون يعني يومين أو ثلاثة، وبالتالي دعوة ماكرون لكل زعماء الطوائف ورؤساء الكتل والأحزاب في قصر الصنوبر في بيروت والحديث معهم بهذه الطريقة، أنتم أمام خيارين، أما خيار العقوبات والانهيار أو مساعدة لبنان، باعتبار أن المؤتمر الذي انعقد المؤتمر الثالث لمساعدة لبنان واشترك فيه العراق كذلك ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان يسعى إلى أن تكون هنالك حكومة، هنالك مساعدات، هنالك مندق دولي، هنالك رفع عقوبات، وهذا ما أدى إلى تراجع بعض الأطراف النافذة على سبيل المثال يوم وليد جنبلاط تراجع عن بعض الوزارات السيادية التي كانت بيده، وزير على سبيل المثال سابق مثل طلال أرسلان وهو رئيس تكتل يعني رئيس تكتل حزبي معروف كذلك لم يكن مشاركا بالاستشارات النيابية، لكن ستكون له حقيبة معينة. نعم هنالك توزيع وتمثيل حقيقي للطوائف والأحزاب وكأنها يعني فيها ترضية لجميع الذين لربما يحاولون إسقاط هذه الحكومة. طيب شكرا جزيلا مدير مكتب العراقية الإخبارية في بيروت أمين ناصر. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نشر أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة في نطنز هو ضمن خطوات إيران المعلنة لخفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي. روحاني أكد خلال اجتماع حكومي أنه متى ما نفذت مجموعة 5+1 أو 4+1 كل التزاماتها ستعود طهران أيضا إلى جميع التزاماتها. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الإيراني علي ربيعي في مؤتمر صحفي باحتمالية إحياء الاتفاق النووي وإمكانية إصلاح الأضرار التي لحقت به. احتجزت السلطات الإيرانية عددا من الأشخاص بتهمة التورط باختيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة. مستشار الشؤون الدولية في البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال أن منفذي عملية الاغتيال الذي تم التعرف على بعضهم وحتى اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية لن يفلتوا من العدالة وسيتم التعامل معهم بصرامة، مبينا أن هناك أدلة مختلفة على تورط إسرائيل في الجريمة وتنفيذها. ختام هذه النشرة العناوين. رئيس الجمهورية يجدد رغبة العراق بتخفيف التوتر في المنطقة وتعزيز التعايش ورفض أي اعتداء ومس بالسيادة. خلال افتتاحه المعرض الدولي للكتاب الكاظمي يؤكد مقاومة العراق لكل أنواع التقسيم والتهميش والاحتلال بالثقافة. وضع مزري إلى درجة أنه ربما تكون غير قابلة للإصلاح. أنا لم أجد في حياتي إرادة حقيقية للإصلاح من القادة الموجودين الذين يديرون حكومة الإقليم.
استشهاد متظاهر في قضاء شمشمال وبرزان يتهم أطرافا باستغلال الاحتجاجات، وقوى كردية تنتقد حكومة الإقليم. تابعتم بعد فشل الحكومتين السابقتين بنيل الثقة، الحريري يقدم تشكيلة وزارية من الاختصاصيين لرئيس عون للتصديق عليها. إذن هذا ختام النشرة، شكرا لكم، تحياتي.